اتمنى الكل يسجلوا رواي وانشروه، خلي العالم تعرف. ايوه حننشره اخوان، بارك الله بكم، اتمنى الكل يسجل مقطع ونشروه اليوم، لان هو اليوم شهاده النبي، كيف عاش قتلة النبي. ايوه في قول الله تعالى الروايه في كتاب تفسير القمي، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به. لاحظوا القراءة بتاعته أخواننا، مش عارف يقرأ أساسا. لاحظوا القراءة بتاعته مش عارف يقرأ أساسا، بيركز في كل كلمة عشان ينطقها صح، وفي ومع ذلك ما بينطقها صح. ركزوا شوي. حديثة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عارف بعضه وأعرض على بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. معلش معلش معلش، الحتة دي الحتة دي تاني معلش. بيقرأ المفروض إن هو بيقرأ قرآن. عرف بعضه. هنمشي واحدة واحدة. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عارف بعضه وأعرض على بعض، فلما وأعرض على بعض فلما وأعرض على بعض فلما نبأها به قالت. أيوة الشريط هننشره، ما تقلقش، الشريط 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 هننشره. الله رزقنا. وقولوا له الشيخ علاء. الله استعان. الرواية في كتاب تفسير القمي، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عارف بعضه وعارف بعضه وعارف بعضه وأعرض على بعض فلما نبأها به. بالله عليكم ده قرأ قرآن قبل كده؟ بالله عليكم ده قرأ قرآن قبل كده؟ عرف بعضه ولا عرف بعضه؟ بالله عليكم ده قرأ قرآن قبل كده؟ ده قرأ قرآن قبل كده أساسا؟ ده قرأ قرآن قبل كده؟ لا، واثقة من نفسها قوي، واثقة من نفسها قوي، بتقول لك إيه يا ريت تنشروا الشريط ده، ده إحنا هننشره في كل حتة، ما تخافش ما تخافش، هننشره في كل حتة. كمل يا ابني كمل. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. النبي صار عنده موضوع علم من الله عز وجل، خبر أحد زوجات النبي، قلت له منو؟ قال لك، قالها الله قال لي. شنو هذا؟ شنو هذا الخبر؟ يذكر صاحب كتاب تفسير القمي. دلوقتي يا اخواننا هنمشوا معاه في تفسير القمي، هنمشوا معاه في تفسير القمي ونشوف التزوير اللي هو زوره في تفسير القمي. هنمشي معاه في تفسير القمي وهنشوف التزوير اللي هو زور به تفسير القمي. يلا يا ابني يلا. إن رسول الله صلى الله عليه واله قال لحفصة، ها إذا الحديث مع حفصة، إني أفضي إليك سرا، إني أفضي إليك سرا، واضح؟ أهو من هنا، إني أفضي إليك سرا. أيوة كمل يا ابني كمل. لسه بيدور هو. أهو من أول هنا يا أخوانا. يعني إخوان إني أفضي إليك سرا، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول لها سر، فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يلا أقل السر، إذا قلت بي فعليك اللعنة. فقالت ما هو؟
فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي غصبا. أه غصبا. أه. إن امسك حرام. امسك حرام. امسك حرام. إن أبا بكر يلي الخلافة غصبا هنا. قال غصبا هنا. فيها فين غصبا؟ الله الله الله، يمكن أنا سمعت غلط. نشوف كده تاني. قالت ما هو؟ فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي غصبا. غصبا. الله، ما فيش غصب. إن أبي بكر يلي الخلافة بعدي غصبا. مختصر غصبا. ها؟ ما فيش غصبة والله هنا، ولا في كتاب شيعي حتى كمان. غصبا. الله 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 الله. يمكن موجودة مثلا في نسخة من النسخ كلمة غصبا. ما فيش نسخة فيها كلمة غصبا، ما فيش خالص نسخة فيها. يعني القرآن وعدناه وقلنا حمار في القرآن ما بتعرفش تقرأه، ماشي ما فيش مشكلة، ولا عدت عليك الآيات دي قبل كده وقرأتها حتى لو في حسينية قلنا ماشي، لكن تزور تزور في كتبك، تزور تزور تحط كلمات أساسا مش موجودة. الله أكبر الله أكبر. بيحط شوية توابل شوية ملح عشان تمشي. وراح فين الحمار؟ كان هنا دلوقتي. اهو. كمل يا وصوته قطع ليه؟ إن أبي بكر يلي الخلافة بعدي غصبة، مختصر الخلافة. ثم من بعده أبوك. فقالت من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير. فحفصة سوت فأخبرت عائشة من يومها ذلك. وأخبرت عائشة أبي بكر. فجاء أبو بكر إلى عمر. فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء لا أثق بقولها، فاسأل أنت حفصة. فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة، أخبرت عنك عائشة. عائشة نقلت موضوع علي، شنو هذا الموضوع؟ فأنكرت ذلك وقالت ما قلت لها من ذلك شيئا. فقال لها عمر إن كان هذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه، نجهز على النبي سريعا. يعني شنو؟ حتى نقضى على النبي. فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك. فاجتمعوا أربعة على أن يسموا النبي صلى الله عليه وآله. طيب. هذه قضية قتل النبي صلى الله عليه وآله. جميل أوي. تعالوا نقرأ بقى هنا كده أخوانا، معلش يعني إحنا بقى نقرأ هنا. بقول إيه؟ فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعدي أبوك. شكرا إن أنت أثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر السيدة عائشة وأخبر السيدة حفصة بأن أباهما سيالي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها غصبة. وهنا هنا إزاي غصبة وهو يسترضي أساسا حفصة؟ يعني هنمشي مع الشيعة، إزاي أساسا هو بيسترضي حفصة فيعكن الحفصة؟ ازاي هو بيسترضي حفصه فيعكننها، يقول لها ان ابوك هيستلم الخلافه غصبا؟ لا، ده فبيبشرها، بيبشرها. الاسترضاء هي البشرى. تمام، جميل. او نكمل بقى. ابوك فقالت من اخبرك بهذا؟ قال اخبرني، اخبريني. فاخبرت حفصه عائشه من يومها ذلك، واخبرت عائشه ابا بكر. فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها، فاسأل أنت حفصة. فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك. قالت وما قالت له من ذلك شيء؟ فقال له عمر إن كان هذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيها. فقالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فاجتمع، طبعا هم حاطين نقاط على أن يسموا أو يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبرائيل عليه السلام، فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا بقى السؤال يا إخوانا، أنا نفسي أفهم، يعني يا أصحاب العقول يا شيعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة وأخبر حفصة أن أبا بكر وعمر سيالي الخلافة، ليه سموه؟ ليه سموه؟ هو مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندكم وحي؟
يعني معناها بشرى، معناها بشرى. طب يسموني ايه لما هم هيصبحوا يعني عايز اقول لك ايه، سيصبحوا خلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليسموه ليه؟ أنا نفسي أفهم يسموه ليه؟ طيب جميل، نمشيها يا إخوان الناس لبعضها ما فيش مشكلة، نمشيها ما فيش مشكلة. النقطة الثانية، المفروض أنهم اجتمعوا على أن يصموا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ حسب الرواية الهبلة ديت، اجتمعوا عشان يسموا النبي صلى الله عليه وسلم، جميل أوي. فنازل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أنتوا عبط يا ابني، ولا هم بيستعبطوكوا، ولا أنتوا الاتنين عبط؟ يعني دلوقتي هم اجتمعوا عشان يسموا النبي، فالمفروض الآية تنزل بإخبار النبي على أنهم سوف يسموا النبي ولا لأ؟ يعني الآية المفروض تنزل بإيه؟ بإن خلي بالك يا محمد، جماعة دول اجتمعوا عشان يسموك، لكن إزاي الآية تنزل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أنا نفسي أفهم يعني إيه الجاب ده لده، لما هم اجتمعوا عشان يسموا النبي الآية دي تنزل، ما أعرفش يعني. إن كان أنتوا ربكم أحول فدي حاجة تانية، يمكن ربكم أحول بجد، يمكن ربكم أحول. أنتوا فكرتوني بالشيعي اللي اشترى الأحول، اللي اشترى بغبغان أحول، شيعي أحول اشترى بغبغان أحول، فجي يحطه في القفص أم حطه جوه بره القفص، البغبغان جه يطير أم داخل جوه القفص. يعني أنا نفسي أفهم يعني إيه اللي جاب القلعة عند البحر؟ يعني هم اجتمعوا عشان يسموه، فنزلت الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. نفسي أفهم إيه اللي جاب دل ده؟ ولا هو أي محشي في أي حل؟ أي محشي في أي حل وخلاص. بس أنتوا إيه رأيكم بقى في الشيخ علاء؟ الشيخ علاء وهو بيقرأ قرآن، لا ومن قدامه يعني بيقرأ قدامه. انت تعرفوا يا اخوانا ساعات الانسان يقرا فينسى كلمه، يعني ينسى ايه، ممكن انا اقرا من حفظي مثلا فانسى ايه كلمه، انسى ايه تمام، لكن ما اقرا من قدامي اساسا وارفع دوت وانصب دوت ومش عارف اساسا اقرا الكلمه، فالله المستعان. يعني نسيان ان انت تنسي كلمه وانت بتتكلم بتقرا ايه من الذاكره، دي ما فيهاش اي مشكله وعمري ما اعترضت عليها على شيء حتى كمان، لكن ان انت بتقرا من الكتاب وقدامك التفسير ومش عارف تقرا كمان، الله اكبر. لا دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بقى، غصب غصب غصب، يقول لك ان ابا بكر يلي الخلافه من بعدي غصب، حط كلمه اساسا مش موجوده، بيفكرني بالقراني لما كان بيتكلم عن حديث عن سيدنا معاوية، أم جاي حاطط كلمة برضو من عنده في كتابه كمان وفي موقعه عشان المعنى يتبدل، ولكن لما تيجي في أصل الحديث ما تلاقيش الكلمة دي أساسا، بس أنا مش متذكر ساعتها كانت إيه بصراحة، فالله المستعان. فده دين الشيعة، ده دين الشيعة.